فتح مرسال خليفي أمام أميمة الخليل آفاق واسعة وأبواب عوالم ومدن ومسارح، ومهد أمامها الطريق لبناء شخصيتها الفنية وتمتين حضورها وثقافتها بحكم أبعاد تلك التجربة والجولات التي كانت تحمل في مضامينها أكثر من قيمة وهدف. ولكن السؤال، يا ترى إلى أي مدى يمكن لصوت أميمة أن يحلق خارج فضاء مرسال خليفي؟ وإلى أي مدى كانت أميمة تشعر بالعدل في هذه الرحلة الطويلة؟ وجودي بهالجو خلاني أوعى قبل أبناء جيلي على أشياء ما بتهمهم أو ما بتخصهم، بتخص الأكبر بتخص الكبار. ما فيني أقول أنه أنا ما كنت مهيئة لهالمسؤولية أو لهالجو. مارسيل بشغله عدا عن أنه حمل صوتي كل هالقيم الإنسانية، إذا فيني أقول خلاني أبرم بالعالم كله. يعني غني على مسارح كبيرة كتير، غنى عليها كبار الفنانين. هيدا شيء أكيد بيعلم حياة، بيعطي وساعة كتير بالشخصية، بطريقة التفكير. هيدا كله شغلي مع مارسيل هو اللي فتح لي هيدي الأفاق وخلاني من خلال هالترحال الدائم اللي كنا فيه من 79 لليوم اكتشف حالي أكتر، واكتشف أهمية إنه يكون الإنسان عنده موقف من الحياة. سادة بيتي ولا مسادة وقتي، وأصعد من جفاف الخبز والماء المصادر من حصار ضعف درب المطار ومن هواء البحر، أصعد من شظايا أدمنت جسدي. هلأ خليني أقول على المسرح تحديدا. المسرح تحديدا هو مختبر المساحة والجو اللي أنا أخذي حقي فيه كتير منيح. المسرح تحديدا بالحفلات بعد. بالحفلات تمام. يعني أنا حضوري لا يقل كما وكثافة عن حضور مارسيل. ما بيقل أبدا هالحضور عن حضور مارسيل. التوهج خليني أقول. هلأ اللي ما عم بيحضر وما بده يشوف أو منه شايف، هذه صارت مشكلته هو، يعني لا مشكلتي أنا ولا مشكلة مارسيل. صح. لحتى أكون أمينة مع حالي. بالنسبة لتسجيلات كنت أكيد يعني عندي طموح أنه يكون صوتي موجود أكتر بتسجيلات، عم بغني أشياء أكتر، عم بستعمل صوتي أكتر بهالتسجيلات اللي موجودة مع مارسيل. الانتشار كمان هيدي شغلة بحس انه ايه في خلل بهذا الموضوع. يعني في خلل مش مارسيل مسؤول عنه هذا الخلل، يمكن بمحل بيقدر كان يدفش او يساعد، بس لما عرفتي الكتير وثيقة فيه بهالشخصية اللي هو عليها. مارسيل شخص اكثر مني ما بيهتم بالقشور يعني، وانا تعلمت منه هذا الموضوع. يعني تأثرت فيه شئت أم أبيت، يعني مأثر فيه كتير مارسيل بشخصيتي. ففي أشياء مرات بتسقط من حساباته لمارسيل لأن بيعتبرها عن غير قصد، يعني عن غير قصد، وبيعتبرها شغلة مش مهمة. المهم هو الفعل اللي أنا عم بقوم فيه، هذا هو الحضور بالنسبة له. مرات يعني كتير زعجني هذا الموضوع. نعم. إنه نعم. اسم مارسيل معروف، اسم أميمة انه اذا ما بتقول بتغني مع مارسيل خليفة مش ما بيعرفوا، او عصفور طل من الشباك. انه هي شغلة مزعجة فيها اشحاب. اكيد طبعا اكيد فيها اشحاب، بس مثل ما قلت المسؤولية يمكن مشتركة، يمكن انا كمان
كسولي بهالمجال، كسولي او يعني توطأتي للذوبان في هذا المناخ. بالضبط. ما خطر لي اني بعمري قول العذري يتركني ويتعلق فيك، ما خطر لي وارجع قلو يرجع كله ويحكي لي عن كل شي فيك، ما خطر لي يا حبيبي ما خطر لي ما خطر. بين تجربة الميادين ومرسال وتجربة هاني سبليني اللي هو أصبح زوجك يعني عازف وموسيقي، أين وجدت حضورك أكثر هيك يعني مستخدم كلمتك كثافة؟ وين لقيت شخصيتك أكثر تحققا؟ ثم ماذا اكتشف هاني بصوت أميمة وماذا أضاف؟ حضوري بشغل هاني أكيد ما فينا ننكر، وأنت بتعرف والكل بيعرفوا أنه هالشخصية هيدي كانت مبلورة ومفهوم شو هي لما اشتغلت مع هاني. نعم. فعلى مستوى الصوت هاني استفاد منه هيدا الصوت، يمكن كتعبير ايه، بس الصوت وإمكانيات الصوت استخدمها هاني مثل ما هي واقتنع فيها مثل ما هي، حبها مثل ما هي هالإمكانيات. أنا صوتي مش إلك ولا صوتي إلي، أنا صوتي مش إلك ولا صوتي إلي، أنا حبستني الغني بقلب الماضي بالخبري والحرية اللي كانت تقلي ما تزعلي، أنا صوتي مش لك ولا صوتي إلي. نحن مثل ما نحن ممزوجين ككيان واحد بالحياة الزوجية، نفس الشيء بالحياة الفنية، أنا وياها كتير منقضي وقت سوا تنختار مواضيع الأشعار، نمط الأغنيات. أنا شخصيا دائما بس كون عم بلحن لأميمة بلجأ لأميمة لحتى أخذ رأيها كمستمعة، وقت اللي بحس إنه في عندها نوع من الفرح بس كون الفكرة طالعة بعد وقت طويل من العذاب معي أنا لاقي الفكرة، بتعطيني نوع من المكافأة لكفي فيها. موضوع العمل الفني بيننا مش تعاطي ملحن مغني، يعني التعاطي الفني بيناتنا هو كتير مشترك، لأنه يعني أنا عايش مع أميمة وبسمع صوتها دايما عم تغني، أميمة هي شخص لا يتوقف عن الغناء إلا وقت النوم يمكن، فبتبقى عم ترندح شغلي براسك أنت هيك بتلاقي هي استلمتها عنك وأخذتك لغير محل، فدايما الصوت موجود بالرأس ومبرمج يعني. فيمكن عندي أنا الأدفانتج يعني اللي هو التقدم عن إذا تعتبر أني دايماً لقي أفكار لأميمة تغنيها. خلي شموعك ترقص لي ليلي سهران، ضو الشمع بيلبقلي فوق الفستان، خلي شموعك. بالنسبة لحضوري كثافة يعني مع هاني، يمكن في بتشوف شخصيتي أكثر موجودة ببعض الجمل اللحنية، خليني أقول يعني هاني عنده إصرار إنه أنا حط من أفكاري باللحن، فيك تقول إنه أنا عم بكتشف عم بختبر اللحن لما يكون عم بيجهز مع هاني. مع مارسيل أنا اللحن موجود عندي، عم بكتشف نبضي الخاص لحتى طلعوا هاللحن. إذا بدي أحكي عن شيء اسمه إنصاف، أي تجربة أنصفت حضورك أكثر وصوتك وإطلالتك على الناس؟ ما عندي شك ولا بلحظة. خمنت بكتولي ما عندي ميزان لعبتزين. لا عندي ميزان. ما عندي شك ولا بلحظة حاليا، لأنه بمراحل سابقة تخبطت شوي، بس حاليا ما بشك أبدا أنه حضوري على الخارطة الفنية
هو حضور مميز وخاص بفضل مارسيل خليفة. بفضل تجربتي مع مارسيل خليفة. مع هاني أنا عم بكتشف مساحات جديدة بالموسيقى، أجواء جديدة غنية كتير موجودة بالعالم. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل، فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل أقاتل أقاتل. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل، فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل.